بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فاكتب اللهم شهادتنا عندك، وأعظم جزاءنا عليها، وأكرم نزلنا بها، واجعل حجتنا لديك يوم لقائك، ونجنا بها من سوء عذابك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في ديننا وفيما أقمتنا فيه، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وفقنا لما تحب وترضاه، عافنا واعف عنا وعن سائر المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح فقه السادة الشافعية من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الإمام ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن كنا بدأنا في فرائد الغسل وسننه، وتكلمنا في فرائد الغسل. وقبل أن نبدأ الدرس، في الدرس الماضي كان في فقرة بيتكلم في المني، فبيقول: ولا فرق في العلامات المذكورة بين الرجل والمرأة على المعتمد خلافا لقول الإمام والغزالي. أنا قلت لكم الإمام اللي هو الرافعي، لا، الإمام اللي هو إمام الحرمين. الإمام هو الإمام الحرمين، لأن الإمام الرافعي ما كانش لسه اتولد، ده الإمام الرافعي جاي بعد الإمام الغزالي بخمسين سنة وقت. فهو إمام الحرمين اللي هو الإمام محمد الجويني، شيخ الإمام الغزالي صاحب الإحياء. فإذا أطلق الإمام في كتب فقه الشافعية يقصد الإمام الجويني، لأن الإمام الجويني جمع كتب فقه الشافعية كلها، مختصر المزني والبويطي وكتاب الرسالة للإمام الشافعي، وجمعهم كلهم في كتاب سماه النهاية. والإمام الغزالي بعد ذلك، والنهاية ده كتاب في 8 مجلدات للإمام الجويني في فقه الشافعي، اختصرها تلميذه الإمام الغزالي في البسيط، وبعدين الإمام الغزالي اختصر البسيط في كتاب سماه الوسيط، وبعدين اختصر الوسيط في كتاب سماه الوجيز، وبعدين اختصر الوجيز في الخلاصة. جاء الإمام الرافعي بعديه بخمسين سنة، اتولد بعد الإمام الغزالي، ومسك الوجيز بتاع الغزالي بقى الإمام الرافعي، واختصره في كتاب سماه المحرر، وشرح الوجيز في كتاب في شرح كبير وصغير، فعمل الشرح الكبير وسماه العزيز، وده عبارة عن 10 مجلدات، وطبع في 14 مجلد محقق حديث، اللي هو الشرح الكبير للرافعي. اللي هو بعد كده القزويني عملوا الحاوي الصغير، اختصره في الحاوي الصغير، ونظم ابن الوردي في كتاب سماه البهجة، وبعدين الكتاب برضو الشرح الكبير ده الإمام النووي اختصره في كتاب سماه الروضة، 4 مجلدات، وده مطبوع. اختصرها ابن المقري في الروض، واختصرها أحمد بن عمر الزبيدي في العباب، واختصرها السيوطي في الغنية. كل ده جاي منين؟ من شغل الإمام الرافعي في الشرح الكبير. كل الكتب دي جت من الإمام الرافعي، والإمام الرافعي جاب منين؟ من كتب الغزالي، والغزالي جابها منين؟ من كتب إمام الحرمين، وإمام الحرمين جابها منين؟ من كتب البويطي والمزني والرسالة للإمام الشافعي. وبعدين نيجي للاختصار في المحرر، اختصر الإمام النووي في كتاب منهج الطالبين، واختصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في المنهج اللي هو سماه منهج الطلاب، واختصر المنهج الجوهري في كتاب سماه النهج،
يبقى المنهاج والمنهج والنهج، حتى الاسم نفسه مختصر وهكذا. فعلشان كده لما يجي يقول لك الامام في كتب الشافعيه يبقى يقصد الامام الجويني، ولما يجي يقول لك الامام في كتب الاصول يقصد الامام الرازي، والامام الرازي شافعي برضه بس ما يتقالش عليه الامام الا في كتب الاصول، اللي هو الامام الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب في تفسير القران، كان امام يعني كان شافعي ولكن كان اشتهر بالاصول. دي مقدمه كده. ده روضة الطالبين للإمام النووي، ده عبارة عن مختصر الشرح الكبير للرافعي، واخد بالك؟ الروضة. وابن المقري اختصره في الروض، ابن حجر الهيتمي اختصر الروض في النعيم، والروض نفسه شرحه الإمام زكريا الأسفاري في الأسنى، سمى أسنى المطالب، وده أربع أجزاء وعليه حاشية للإمام الرملي مطبوع. دي كلها يعني سلسلة كتب الشافعية كده، علشان لما تيجي تشتري كتاب في كتب الشافعية تبقى عارف جاي منين، سلسلته جايه منين. لا، الامام الشافعي يقول لك الامام الشافعي، يقول لك الامام الشافعي، ما يقولش الامام ويسكت. وما يقول لك الشيخان يقصد الرافعي والنووي، اما يقول الشيخان يقصد الرافعي والنووي في كتب الشافعيه برضه. نيجي بقى ايه الموضوع، هنكمل درس النهارده. وفرائض الغسل ثلاثه اشياء، أحدها النية فينوي رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وشرحنا دول، وتنوي الحائض أو النفساء. للناس المستعجلين هنقول لهم فرائض الغسل عشان يروحوا، واللي عايزين العلم يخلوا معانا عشان هنقرا كلمة كده. للناس المستعجلين فرائض الغسل عند المسلمين اللي هو غسل الجنابة، أولا موجبات غسل الغسل للمسلمين ستة، عشان تعرفها كده برشامة سريعة تعرفها تحفظها وتحفظها لأولادك وكل من وراءك. موجبات الغسل ستة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة خاصة بالنساء. الثلاثة المشتركة بين الرجال والنساء: التقاء الختانين المعبر عنه بالإيلاج، ثاني حاجة خروج المني، ثالث حاجة الموت. يبقى دي ثلاث حاجات مشتركة بين الرجال والنساء، وثلاث حاجات خاصة بالنساء: الحيض والنفاس والولادة. يبقى أي حاجة من دي توجب الغسل. إيه هي أركان الغسل؟ أركان الغسل ثلاثة، أو في الحقيقة اثنين. اثنين سهلة كده، لأن هنا الثالثة جايبها على طريقة الإمام الرافعي، وإحنا هنمشي على طريقة الإمام النووي في المسألة. الاثنين إيه هما؟ النية وتعميم البدن بالماء بس. يبقى النية تنوي فرض الغسل، أو تنوي الغسل لرفع الجنابة، أو تنوي الغسل لرفع الحدث، ولا تقل نويت الغسل فقط. لا تصح هذه النية لاشتباه بالأغسال غير المشروعة كغسل التبرد والتنظيف وغيره، فيبقى لازم تقول نويت الغسل لرفع الحدث. دي النية مع أول جزء يمسه الماء من بدنك، يبقى وقت النية تكون مع أول جزء يمسه الماء من البدن، لأن الترتيب ليس مراد في الغسل بخلاف الوضوء. الوضوء نيته تكون مع أول غسل أول جزء في الوجه، لأنه أول الفرض الوجه في الوضوء، مش كده برضه؟ لكن أول فرض في الغسل هو أول جزء يمسه الماء من بدنك، فيبقى النية مع أول ما يمس الماء من بدنك تنوي هذا، تنوي فرض الغسل، ثم تعمم بدنك بالماء وتوصله إلى أصول الشعر. وإذا كان واحد تخين أو واحدة تخينة ولحمه كده متني بعضه، لازم يرفع طبقة طبقة ويوصل الماء لطبقة طبقة، يعني ما يسيبش تجاعيد في اللحم ما يوصلوش الماء، لازم يوصل الماء لكل تجاعيد إيه البدن. يبقى كده اغتسل كويس. أي حاجة تفاصيل أخرى بقى سنن، لكن دي فرائض الغسل لازم كل مسلم يبقى عارف. اللي زودها التالتة الإمام الرافع قال إزالة النجاسة، فإحنا قلنا إزالة النجاسة ليست من الإيه الغسل، ده للتحضير للغسل. يبقى عشان بتحضر نفسك للغسل الأول بتزيل مواضع النجاسة من بدنك، وبعدين تعمم بدنك بالماء وخلاص، لأن إزالة النجاسة لا تفتقر لنية أصلا، واخد بالك؟ لكن الغسل مفتقر لنية، وعشان كده ما عدوهاش من أركان أو فرائض الغسل.
هنا بيتكلم بقى على تفاصيل، اللي عنده وقت يقعد معانا يتعلم التفاصيل دي عشان يبقى فقيه، دي مسألة تانية. يبقى اللي عايز يقعد هيبقى يبقى فقيه، واللي سمع الكلمتين دول بقى مسلم عارف المطلوب من دينه عشان يعرف تحسن عبادته بس ويصلح عبادته، لكن لا يصلح انه يفتي غيره، لا يصلح انه يفتي غيره او يعلم غيره او يقعد يقرأ من كتاب. ليه؟ لانه لازم بقى ايه، يسلك الاسلوب اللي بيه، يقعد مع العلماء ويقعد يدقق في كل نقطة عشان لما يجي يقرأ في الكتاب يعرف يطلع مقصد العلماء ايه. فبيقول ايه، وتنوي الحائض او النفساء رفع حدث الحيض او النفاس، عطف على قوله فينوي الجنب، وقوله رفع حدث الحيض او النفاس ظاهر كلامه انه على اللف والنشر المرتب، يعني الحائض والنفساء تنوي رفع الحيض والنفاس، يبقى رتب كده، الحائض تنوي رفع الحيض والنفاس تنوي، النفساء تنوي رفع النفاس، يسموه لف ونشر مرتب. فيكون قوله رفع حدث الحيض راجعا للحائض، وقوله او النفاس راجعا للنفساء، ويحتمل رجوع كل من النيتين لكل من الحائض والنفساء، فتنوي الحائض رفع حدث الحيض او النفاس، وتنوي النفساء رفع حدث الحيض او النفاس ولو مع العمد على المعتمد. يعني لو الحائض ناوي رفع حدث النفاس صح على المعتمد عند الرمل، ولو نوت النفساء رفع حدث الحيض صح على المعتمد عند الامام الرمل، لان يشتبهوا الاثنين، يشتبهوا الاثنين، حدث خاص بالنساء وهو نزول دم من الفرج، ده عقب الولادة وده في حال الصحة، فالاثنين مشتبهين، بالإضافة لأن كلمة نفست يعني حاضت عند العرب، فهو كلمة مشتركة، ولكن الفقهاء خدوا نفست يعني نزل الدم بعد الولادة فخصصوا بهذا المعنى، لكن المعنى الأصلي نفست المرأة أي حاضت، وضحكت أيضا حاضت، واخد بالك برضو بمعنى حاضر، فليها معاني كثيرة عند العرب بمعنى حاضر. لا، ما احنا اتكلمنا في النقطة دي في موجبات الغسل ان الولادة قد تكون جافة لا يعقبها دم، فيبقى يجب علي الغسل بالولادة حتى ولو لم يعقبها دم، عشان كده خلوا الولادة لوحدها، وان كان الغالب ان كل ولادة بيعقبها نفاس، لكن وجدوا الواقع اثبت لهم ان في بعض النساء بتبقى ولادتهم جافه، يعني ينزلوا العيل وما ينفسوش، فقالوا خلاص يبقى يجب عليه الغسل، علشان كده عدوا الولاده منفصله عن النفاس، دي لهذا السبب. لا، ان النفاس بيبقى دم يخرج بعد الولاده وليه مده طويله قد تصل الى، يعني أقصى مدة النفاس 60 يوم، لكن أقصى مدة حيض 15 يوم، فلازم نميز، وأقل مدة نفاس لحظة، وأقل مدة حيض يوم وليلة، يبقى لازم يميز، وأغلب النفاس 40 يوم وأغلب الحيض 7 أيام، يبقى لازم يميز، بيبقى عندها نفاس بس مدته بسيطة لأنه بيكونوا منظفين الرحم من فوق كويس، بيبقى مدته أبسط من اللي بتولد ولادة طبيعية، وعليها الوصل على الراجح، ما احنا قلناها دي. يبقى على المعتمد عند الرمل ومن تبعه ان لو نوت الحائض رفع النفاس ولو نوت المنفساء رفع الحيض صح، ومن تبعه زاد ابن حجر، وابن حجر لما يبقى مكتوب في كتب الفقه مش ابن حجر العسقلاني، يبقى ابن حجر الهيتامي من علماء مصر، برضه من علماء مصر، في بلد اسمها هيتم ولا هياتم، هيتين، هيتين دي جنب المحلة، لا هياتم دي هو من بلد جنب المحل ونسب اليه، يعني مصري برضه، ابن حجر الهيتمي. ومن تبعه زاد ابن حجر ما لم تقصد المعنى الشرعي، لكن لو قصدت النفاس بالمعنى الشرعي
وقالت وهي حائض نويت رفع النفاس متعمدة وعارفة، لا يصح لتلاعبها. فهمت؟ لا يصح لتلاعبها حينئذ. وتكون النية امتى؟ وقت النية، مش وانت مثلا بتدخل تحط الغيار بتاعك وتعلقه، او بتجيب الفوطة، او داخل الحمام. مش هي دي النية. النية اول الفرد، والفرد هو ان يلمس جزء من الماء جزء من بدنك، هي دي النية بقى وقتها. قبل ده كله اسمه قصد او اسمه عزم، وليس اسمه نية شرعية. يبقى النية الشرعية زي نية الصلاة، نية الصلاة مع تكبيرة الإحرام، مش أول ما تخرج من بيتك وماشي في الشارع. ما كل الناس عارفة إنك جاي تصلي العشاء، أه، بس إمتى هتنوي العشاء؟ كل اللي أنت بتعمله وأنت ماشي ده اسمه قصد. قصدك العشاء، تصلي العشاء، قصدك، ولكن ما تسماش نية شرعية. النية الشرعية مع تكبيرة الإحرام، تيجي تقف بقى كده وتستحضر في قلبك مع تكبيرة الإحرام فرض العشاء. واخد بالك إزاي؟ تقصد صلاة فرض العشاء. وعشان كده قالوا يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. أربع ثلاث حاجات، يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. يبقى لازم أقصد الصلاة وأعينها، هي إيه، عشاء ولا عصر ولا مغرب، ولا أعينها وأنوي فرضيتها علشان أميز بينها وبين سنتها. فهمت إزاي؟ ما هي سنة الفجر زي هي فرض الفجر، دي ركعتين ودي ركعتين، الفرق بينهم انك انت بتقول سنة الفجر والتانية بتقول فرض الفجر. يبقى الفرضية هي اللي بتميز. سنة الظهر القبلية أربع ركعات، والظهر نفسه أربع ركعات. تميزهم إزاي؟ بالفرضية. دي تقول سنة الظهر والتانية فرض الظهر. آدي معنى القصد والتعيين والفرضية. ويكون مع تكبيرة الإحرام. كذلك في الوضوء تكون النية المفروضة مع غسل أول جزء من الوجه، لأنه أول الفرض، وتكون مع الغسل مع أول لمس الماء لأول جزء من البدن. وتكون النية مقرونة بأول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، يبقى ما يفرقش معانا المكان اللي هيمسه الماء في الغسل. وتكون النية مقرونة بأول الفرض، ويندب أن يقدمها مع السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل الكفين ليثاب عليه. احنا قايلين فاكرين في الوضوء، قلنا الوضوء ليه نية سنة وليه نية فريضة. النية المسنونة أن تكون في الأول خالص مع غسل الكفين قبل المضمضة والاستنشاق، عشان ياخد ثواب هذه الأعمال السنن قبل غسل الوجه فيدخلها في العبادة. فالنية دي اسمها نية سنة، لأنه ما دخلش لسه في الفرض. كويس؟ أما يجي هيستعمل السواك ويغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق، يبقى ينوي إيه؟ الوضوء، علشان تدخل دي في السنن. وبعد كده لما يجي بقى يغسل وجهه ينوي تاني على سبيل الفرض بقى. واخد بالك؟ يبقى عند كذلك في الغسل. يبقى الغسل في الأول ممكن في حاجة اسمها الوضوء قبله، مش كده برضه؟ من ضمن سننه. ممكن يستعمل السواك، ممكن يتمضمض، ممكن يستنشق، كل الحاجات دي. ممكن يبسمل، علشان البسملة من سنن الوضوء، الغسل والوضوء وغير ذلك من العبادات. فيبقى ساعتها بينوي هنا الغسل علشان ياخد ايه؟ ياخد ثواب السنن دي. وعشان كده قال لك ويندب، يعني يسن ان يقدمها اللي هي النية مع السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل الكفين ليثاب عليها. لكن ان اقترنت النية المعتبرة بما يقع غسله فرضا فان فاته ثواب السنن المذكورة وكفته هذه النية. فالاحسن ان يقول عند هذه السنن نويت سنن الغسل ليثاب عليها. يعني بيقول لك ان لما يجي ينوي السنه الغسل على اساس انها سنه في الاول، ما هتبقى هي برضو الفرض، لان مجرد ما هتمشي حتى فمه وقعت فرض، مش كده برضو؟ فهو عايز يخلي ياخد ثواب السنن دي منفصل عن الغسل، عشان تبقى ايه؟ تبقى نيه زائده. فقال لك ان الاحسن ان ينوي سنن الغسل، يقول بسم الله نويت سنن الغسل، ويبتدي يتمضمض ويستعمل السواك
وبعدين ينوي فرض الغسل بعد ذلك عشان ياخد ثواب الفرضية. كل ده علشان تكتر ايه الثواب، كل ده للإكثار من الثواب. ما احنا قلنا الأولانية على سبيل الاستحباب، فإن اكتفى بواحدة صح، اللي هي أول نية نواها. لو قال نويت فرض الغسل وابتدى يتمضمض ويبسمل وبتاع خلاص، بس فاته ثواب السنن دي لأنها اندرجت في الغسل، ما بقتش سنن. لا، لو نويت مع غسل الكفين والمضمرة والاستنشاق ثم عزبت عنك النية عند غسل الوجه، يعني غربت عنك، لا يصح هذا الوضوء. فإن أردت نية واحدة فحتنوي في الأول وتفضل محافظ عليها ومجددها ومحضرها في قلبك لحد ما تغسل أول جزء من الوجه، وإلا تجدد النية تاني مخافة أن تعزب عن قلبك. واضح الكلام ده؟ قلناه في الوضوء حلو، ها قلنا في الوضوء حلو. رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. فهمت بقى كلام ستنا نفيسة؟ الإمام الشافعي وضوءه ما يخرش المية، صحيح على كل مذاهب المسلمين. مذهب الإمام الشافعي كده، وضوء الإمام الشافعي ده صحيح على كل مذاهب المسلمين، محدش يقدر يطلع فيه نقطة. لكن هات أي إمام تاني في وضوئه تجد إن إيه، إن وضوءه صحيح على مذهبه أو مذهب آخر، لكن ممكن يكون باطل على مذهب من المذاهب الا الشافعي. وضوءه ده ما يخرش على جميع المذاهب، يعني وضوء ايه يسلك في الحديد. كان الدكتور كمال العناني استاذنا في فقه الشافعي يقول لك احنا بنتوضى وضوء يسلك في الحديد، كان يقول على وضوء الشافعيه كده. هو تقصد باب الطهاره في مذهب الشافعي عموما، وكانت عن الطهاره كلها بالوضوء، لأن أنواع المياه والتفصيلها اللي قاله الإمام الشافعي، والماء المستعمل والماء الطهور والطاهر والمتنجس والنجس والمخالط والمجاور، كل المواضيع دي، المواويل دي محدش اتكلم فيها بالتفاصيل دي زي الإمام الشافعي. وبعدين كده بقى في باب الطهارة وباب التيمم، وهتيجي في التيمم كمان الإمام الشافعي ليه كلام يعني عجيب، تفاصيل ما حدش تناولها قبله. وعلى شكل الإمام الشافعي في الطهارات يعني حاجة ما شاء الله، يعني أصله جمع فقه الإمام مالك وجمع فقه الإمام أبو حنيفة وجمع فقه الإمام الليث بن سعد وجمع فقه أهل اليمن وفقه أهل الحجاز وفقه أهل عصره كله، مع عقلية فذة يعني وحافظة قوية يضرب بها المثل في التاريخ، مع تقوى وصلاح وحب لإظهار الحق دون الظهور. كل الحاجات دي لما اجتمعت طلع مذهب الإمام الشافعي ده مذهب بقى عجيب الشكل ده، السبب يعني رضي الله عنه وارضاه ونفعنا الله به. ويندب ان يقدمها مع السنن المتقدمه اللي هي النيه كالسواك والبسمله وغسل الكفين ليثاب عليها، لكن ان اقترنت النيه المعتبره بما يقع غسله فرضا فاته ثواب السنن المذكوره لانها صارت هذه السنن فرائض. فهمت؟ وكفته هذه النية، فالأحسن أن يقول عند هذه السنن نويت سنن الغسل ليثاب عليها، ثم ينوي النية المعتبرة عند غسل ما يقع غسله فرضا كما تقدم نظير ذلك في الوضوء. قال كده برضو في الوضوء. قوله وهو أي أول الفرض، وقوله أول ما يغسله أي غسل أول ما يغسل، فهو على تقدير مضاف، لأن أول الفرض هو غسل أول ما يغسل لا نفس أول ما يغسل، وهذا أوضح من كلام المحشي اللي هو البرماوي المحشي اللي قبله. قوله من أعلى البدن أي كرأسه، وقوله أو أسفله أي كرجليه، وأراد بالأعلى ما عدا الأسفل وبالأسفل ما عدا الأعلى، فيدخل الأوسط. أو أن في العبارة حذفا أي أو أوسطه وبالجملة، فتكفي النية عند أي جزء كان، لأن بدن الجنب كله كعضو واحد، لأن بدن الجنب كله كعضو واحد. كويس. قوله فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته. افرض كان غسل حتة من جسمه
وبعدين نوى بعد ما غسل الحتة دي وجب إعادة هذا الجزء اللي غسله قبل النية، واخد بالك ازاي؟ علشان يندرج تحت الفرض. تفريع على مفهوم ما قبله، فكأنه قال فإن لم تكن مقرونة بأول الفرض لم يعتد بما فعله قبلها، يبقى أي مية قابلت جسمه قبل النية لا ترفع الحدث. كويس؟ لا ترفع الحدث. لكن أول ما ابتدى ينوي كل مية تلمس أي جزء هترفع الحدث منه. طيب الأجزاء اللي مست بدنه، اللي مسها الماء من بدنه قبل نيته، عليه أن يغسلها مرة أخرى بعد النية. وقوله وجب إعادته، أي إعادة غسل ذلك الجزء لعدم الاعتداد به قبل النية، فعلم أن وجوب قرنها بأوله إنما هو للاعتداد به لا لصحة النية، وإلا فالنية صحيحة ولو لم يقرنها بأوله لكن تجب إعادته. يعني لو نوى بعد ما غسل نص جسمه نيته صحيحة، بس عليه يغسل النص التاني. فهمت ازاي؟ يعني مش لازم النية عشان تصح لازم مع لمسة الماء لأول جسم من جزء من بدنه، لا، ده النية تنعقد بمجرد أن ينويها فيرتفع الحدث عن أي جزء يمسه الماء من بدنه بعد هذه النية، وما قبلها لا يعتد به، لكن صحة النية في رفع الحدث عن هذه الأجزاء. يبقى في الحالة دي يعيد غسل الأجزاء التانية، مش هيعيد النية، يعيد بس غسل الأجزاء التانية. وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه كان مقتضى الظاهر أن يقول وثانيها إزالة إلى آخره، ليكون على نمط ما سبق حيث قال أحدها النية، والمراد بالإزالة الزوال ولو من غير فعل فاعل، كأن وقع عليه ماء فزالت النجاسة عن بدنه. وقوله النجاسة أي ولو معفوا عنها كالقليل من الدم، ولا يتعين حمل كلام المصنف على طريقة الرافعي، وإن حمله الشارح عليها لتبادره فيها، بل يصح حمله على طريقة النووي ويكون معناه وإزالة النجاسة ولو في ضمن الغسل، فلا يشترط تقدم إزالتها، وحينئذ فلا تضعيف في كلام المصنف. يعني بيقول لك الشارح اللي هو ابن قاسم الغزي حمل كلام المصنف اللي هو القاضي أبي شجاع على انه ماشي على طريقة الشافعي، وعد إزالة النجاسة نقطة منفصلة، ركن منفصل، فعدها على هذا وقال ان كده يبقى كأنها على طريقة الرافعي، وان كان الراجح هي طريقة الامام النووي ان ازالة النجاسة ليست من الاركان، فقال ان ممكن كنا نفهمها ان ازالة النجاسة دي ولو تمت ضمن الغسل صح، يعني لا تحتاج لغسلة منفصلة، ويبقى الكلام ماشي على طريقة الامام النووي برضو. فهمت؟ لأنه لو نزل الماء على موضع النجاسة من جسده بغسلة واحدة فأزال النجاسة يرفع الحدث أيضا طالما مصحوبا بالنية بغسلة واحدة. فهمت ازاي؟ يبقى كلام المصنف أراد هذا المعنى، فإن شرحناه على هذا المعنى يبقى لا اعتراض على كلام المصنف أنه موافق للرفع مخالف لما ذهب إليه النووي. فهمت المقصد؟ لأن إزالة النجاسة في حد ذاتها لا تفتقر إلى نية ولا تفتقر لغسلة منفصلة كمان، طالما الغسلة استوعبت فأزالت ورفعت في آن واحد. يغسلها بس، يغسل موضع النجاسة بس، لكن الغسل صحيح. يعني لو في لسه في بدنه موضع نجاسة ملتصقة بعد الغسل يشتف بس الحتة دي وخلاص. لا، دي علشان تصح الصلاة، لأن النجاسة مش حدث، الغسل لرفع الحدث مش لرفع النجاسة، والحدث ده أمر اعتباري قام بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لأنه قد يكون بالعضو والعضو نظيف ليست عليه نجاسة. يعني والإنسان لما بيخرج ريح أو يتبول أعضاؤه بتتوسخ، يعني ما هي نظيفة، لكن قام بها الحدث، وهذا الحدث ده أمر اعتباري يعني أمر معنوي لا يرى بالحس، قام بهذه الأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص
ايه كفقد الطهورين او وجود مرض يمنعه من استعمال الماء او غير ذلك من المرخصات. ان كانت على بدنه فان لم تكن على بدنه فليس عليه سوى النية وتعميم بدنه بالماء. يبقى لو ما كانش على بدنه نجاسة ومحتاج يغتسل ما عليهوش الا النية وتعميم بدنه بالماء بس، سهل. واضحة دي؟ سهلة خالص. قوله أي المغتسل تفسير للضمير في بدنه، وهذا ما رجحه الرافعي، أي وجوب إزالة النجاسة قبل الغسل على ما فهمه الشارح، ولذا حمله على طريقة الرافعي، وقد علمت أنه يصح حمله على طريقة النووي. ما رجحه الرافعي هو مرجوح وعليه، فلا يكفي غسل واحدة عن الحدث والنجاسة على كلام الإمام الرافعي، لا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، يبقى عنده لازم يزيل النجاسة بغسلة ويرفع الحدث بغسلة، ده على كلام الرافعي وده مرجوح. وإذا جرينا عليه فلا يكفي، والضمير في عليه يعود على ما رجحه الرافعي، وقول غسلة واحدة أي لابد من غسلة للنجاسة إن لم تكن مغلظة، وسبع غسلات مع التتريب إن كانت مغلظة، يعني نجاسة كلبية. يعني لو الكلب شم في ايدك وجرئه على ايدك، مفيش حاجه اسمها اروح اغسلها في بالميه وخلاص كده، لا ده لازم اغسلها سبع مرات احداهن بالتراب، ايدك وثوبك كمان اذا كانت نجاسه كلبيه يجب فيها السبع غسلات مع التتريب في واحده منهن. واضح؟ ما طهرتش لم تطهر فلا تصح الصلاة بهذا الثوب، واخد بالك؟ مرجوح يعني الفتوى على خلافه، مرجوح يعني مقابل للراجح، والراجح اللي هو عليه الفتوى، واخد بالك؟ يعني اما كنت تحط حاجتين في كفة ميزان، حطينا هنا كيلو وحطينا هنا نص كيلو، تلاقي الكفة كيلو رجحت أقوى يسموها راجح، والكفه النص كيلو عليت كده تبقى مرجوحه. فهمت ازاي؟ ولو قعدنا نحط كده بقوا يتهزوا كده بقت مرجيحه. ايوه. عدد غسل الجزء اللي قبل النية. لا، النية مع أول جزء من البدن عشان ترفع الحدث عن أي جزء يمس الماء، فإن عزبت عن أول غسل أول جزء في البدن فنواها بعد غسل جزء من بدني صحت النية، بل سيجب عليه إعادة غسل هذا الجزء اللي إيه غسله قبل النية. ده معنى الكلام. ما هو النية قدامنا كده، قبل كده ما بقتش لأنه لازم أول الفرد، مش زمن النية أول الفرد، والفرد أوله غسل أول جزء من البدن ده أول الفرد، كويس؟ فلما يجي ينوي بعد ما غسل، افرض هو استحمى كله على بعض وما نواش، نقول له أنت لسه ناقص غسل، انوي واغتسل تاني، صح؟ بس طيب افرض غسل نصه بس وجاي ينوي، فنقول له النية، يبقى كل اللي اتغسل بعدها ده اتشال، والنص الأولاني ده اغسله تاني زي ما قلنا لما اغتسل كله اغتسل كلك، سهلة. فهمت ازاي؟ بس بالماء مع النية. لا لا، الدلك سنة، الدلك سنة، احنا قلنا كبنا سيرة الدلك يبقى سنة، هيجي في السنة. ما انا بقولك الفرائض ايه، النية مع تعميم البدن بالماء بس، هي دي الفرائض. نيجي بقى للتدليك، ده سنة، الدلك فرض عند المالكية مش فرض عندنا احنا الشافعية، عشان كده لو قعدت مع الشيخ مالكي يقول لك لازم تدلك، يقول لك طب وظهرك حطه له ازاي، يقول لك يا اخي ما انت بتنشب بالفوطة كده يبقى تم الدلك وانت بتنشب بالفوطة، او انت بتلبس الثوب، الثوب بينزل كده بيحك على ظهرك فهيتم الدلك، واخد بالك؟ ها؟ ايه؟ ما هو معلش بس هيجري الماء عليه، ما هي الفوطه بتاخد الميه وتروح مجريه كده وبعدين تزيله يبقى تم، ده رايهم يعني،
او يحك ظهره في الحيطه بس ما يكونش فيها مسمار. بيتم كله حلو قوي، ده جميل قوي، بس مع النيه. خلاص نويت فرض الغسل، دش خلاص او دش، يجوز بكسر الدال وضمها، يا دش يا دش، بس الدش بيتفرجوا عليه دلوقتي ما بيستحموش بيه، يسموه دش. ما يضرش. الموالاة سنة، الموالاة سنة، لكن إذا طال الفصل وجب عليه إعادة النية لعذوبها بس، ولا يجب عليه إعادة غسل ما غسل. واخد بالك؟ أول ما تنوي كل جسمك استوعبه خلاص. افرض استوعبت ربع جسمك وبعدين جاء التليفون رن، رحت طالع عشان ما فيش حد غيرك في البيت، رديت على التليفون مكالمة طويلة، ماشي في الجزء ده خلاص. واخد بالك؟ تدخل تروح ناوي تاني وتغسل الجزء اللي ما اتغسلش. سهلة؟ تغسل الجزء اللي ما اتغسلش بس. الموالاة واجبة عند دائم الحدث. عند دائم الحدث. إن كان الماء لا يصل إلى أصول الشعر إلا بالتخليل وجب التخليل، ووجب فك الضفيرة إن كانت غليظة ومحكمة بحيث أن الماء لا يصل إلى تجاويف الشعر من داخل الضفيرة، يبقى برضو ده داخل في الفرض العادي اللي هو تعميم البدن بالماء. واخد بالك ازاي؟ ده داخل في الفرض العادي. ايوه ده الكلام ده يفهم منها ايه؟ ان تفيرتها معموله ملخلخه بحيث ان الميه توصل من خلال الضفر، لكن احيانا الضفر يكون متين ويكون الشعر تقيل بحيث ان ممكن تستحمى وتطلع وتيجي تفك شعرها تلاقيه نصه ناشف بعد ما تفكه، فده ما تنفعش الغسل، لازم تفكها. الوقت ما بيدفروش بيحلقوه. ورجح النووي بيقول هنا ايه؟ وقول غسلة واحدة اي لابد من غسلة للنجاسة ان لم تكن مغلظة، وسبع غسلات مع التتريب ان كانت مغلظة. مغلظة ده كلام ده على طريقة مين؟ الرافعي، ان يعمل غسلة لوحدها. لكن الشافعي الامام النووي قال لك لا، ممكن غسلة واحدة تزيل النجاسة وتزيل الحدث، بس لو كانت مغلظة لازم اخلي الغسلة دي سبع غسلات مع التتريب، ما خليهمش بقى تمانية، يعني سبع مع التتريب لازالة النجاسة والتامنة لرفع الحدث، لا يترفع الحدث مع النجاسة مرة. وربما يفيد الاعتداد بالنية عند الغسلة الاولى قال بعضهم، وهو كذلك، لكن فيه بعد لانها لابد ان تكون مقرونة باول الغسل، وهذا قبله سابق عليه، الا ان يوجه بانه لما كانت الغسلة الاولى من فرائض الغسل صح قرن النية بها، ومع ذلك فالاقرب خلافه. ورجح النووي، يعني بيقول لك الغسلة الأولى اللي هي نازلة لغسل النجاسة دي هل يعتد بها ويقرن معها نية الغسل اللي هي نازلة دي، ولا يخليها دي لإزالة النجاسة ويبقى ينوي تاني؟ قال الأقرب على خلافه، يخليها دي لإزالة النجاسة ويبقى ينوي بعدها. لكن احنا قلنا لو نوى والغسلة دي أزالت تزيل وترفع. واضح؟ ورجح النووي وهو الراجح الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، أي في غير النجاسة المغلظة اللي هي محتاجة التتريب والتسبيع، وأما ما فيها فلا بد من سبعة مع التتريب في إحداها، والسبع فيها كالواحدة في غيرها، ولذلك تكفي النية في أي غسلة منها عند الشبر من لسي. وقال بعضهم لا تكفي إلا في السابعة لأنها هي التي تزول بها النجاسة ويرتفع بها الحدث، والراجح ان هي تكفي مع اول غسل سهل. قول ومحله اي الخلاف بينهما، ومحل ما اذا كانت النجاسة حكمية، اما اذا كانت النجاسة عينية وجبت غسلتان. النجاسة انواع، فاكرين في باب النجاسات؟ نجاسة حكمية
ونجاسة عينية. نجاسة عينية يعني حسية، يعني ليها جرم، يعني ليها لون، يعني بشوف. والنجاسة الحكمية زي شوية بول وقعوا على ايدي ونشفوا، مش سايبين اي اصل. فهمت ازاي؟ مش سايبين اي اصل، لدرجة مش عارف هما وقعوا هنا ولا هنا ولا في الحتة دي بعد ما نشفوا خالص. يبقى دي اسمها ايه؟ حكمية. طالما انا مش عارف بقى خلاص، يبقى في الحالة دي هغسل ايه؟ كل الموضع ده وخلاص مرة واحدة تزيل وترفع. انما عينية يعني ليها لون او جرم او رائحة واضحة، بحيث ان انا احدد مكانها. يبقى الاكتفاء بغسلة واحدة بتبقى النجاسة حكمية، لكن لما تبقى النجاسة عينية محتاج غسلة اشيل جرم النجاسة، وغسلة بعد كده ارفع بيها الحدث. فهمت؟ ومثلها العينية إذا زالت أو صفوها بالغسلة الواحدة. يعني حتى الحسية لو جت غسلة كده شالتها تشيل برضو معاها الحدث، حتى العينية. لكن افرض نزلت الغسلة دي ما شالتش جرمها كلها، يبقى محتاج غسلات وعددها حتى أزيل جرم النجاسة وعين النجاسة. ومثلها العينية إذا زالت أو صفوها بالغسلة الواحدة ففيها الخلاف أيضا. والمراد بالحكمية ما ليس لها طعم ولا لون ولا ريح ولا جرم، كبول انقطع ريحه. تكتب كده، كبول انقطع ريحه. كويس، دي مثال ليه. وبالعينية ما لها شيء من ذلك. أما إذا كانت النجاسة عينية، مقابل لقوله إذا كانت النجاسة حكمية، وجب غسلتان، أي إذا لم تزل أوصافها بالغسلة الواحدة، وإلا ففيها الخلاف السابق اللي هو على طريقة الرفع وعلى طريقة النوم. فهمت المسألة؟ وقول عنهما أي عن الحدث والنجاسة، وفي نسخة عندهما أي عند النووي والرافعي، وهي أولى. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، ده تفصيل بقى، تعميم البدن بالماء. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف، والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من شماخي أذنيه ومن أنف مجدوع ومن شقوق بدن، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف اللي هو ما اتطهرش يعني، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، ومما يجب غسله المشربة لأنها تظهر في وقت فتصير من ظاهر البدن. بس ونقف على سنة، هنقرأ شرح الكلمتين دول ونروح إن شاء الله. ونقف على السنة. وإيصال الماء كان مقتضى القياس على ما تقدم أن يقول وثالثها إيصال الماء إلى آخره، والمراد بالإيصال الوصول ولو من غير فعل فاعل إلى جميع الشعر، أو الشعر، الشعر بسكون العين أو الشعر بفتح العين، الاثنين صح، بفتح العين وسكونها. فلو بقيت شعرة لم يكفي غسله، وإن قلعها بعده فلا بد من غسل موضعها اللي هو تحتها، لو شعرة يا واحد، لأن النبي قال تحت كل شعرة جنابة، مش قايل كده النبي؟ أيوه. لا يعني اعتمدوه الفقهاء، اعتمدوه الفقهاء دليل عندهم. الفقهاء قد تعتمد الحديث الضعيف ويكتفوا فيه بشهرته، واخد بالك؟ فلا بد من غسل موضعها ولا يضر قلعها بعد غسلها، ومثلها الظفر. لكن لو اتقلعت قبل غسلها يبقى لازم اغسل موضعها، لكن افرض اتقلعت بعد ما غسلتها يبقى مش محتاج اغسل موضعها طالما وصل الى اصله. يعني ممكن انا اغتسل ويروح يحلق راس بالموس ما يجراش حاجة، ما احتاجش نقول له اغسل بقى اشطب دماغك تاني، لأنه طالما الماء وصل إلى أصول شعره مش محتاج إيه يغسله تاني. مش هنقول بقى يحلق دقنه لحسن يجي الجماعة يقول لك لا ازاي حرام، طب افرض يسيبه يحلق ما يجراش حاجة، افرض بيحلق اغتسل ثم حلق لحيته غسله صحيح وما يحتاجش يشطف خده تاني. فهمت ازاي؟ خالص.
ما يحتاجش، طالما الماء وصل الى ايه، بطن بشرته من خلال شعر لحيته. وبعدين دي مسألة تانية، هل يجوز حلاقتها ام لا، دي مسألة تانية. احنا بنتكلم في مسألة ايه، صحة الغسل من عدم، فما يبقاش الواحد مخه ضيق زي الجماعة اياه، وانتوا عارفينه. ما يضرش، يقول لك لو قبل الغسل قص ضوافره، ما هو خلاص ما هيجي تحتها كويس. الكلام ده لو بعد الغسل قص اظافره، وكان تحت اظافره حائل يحول بين وصول الماء الى اصبعه، وجب غسل هذه الاجزاء لان كانت هناك حائل. وان كانت الاظافر لا حائل فيها لا يجب عليه غسل شيء بعدها. هي بتعتمد ضوافره دي طويله وتحتها تراب وحائل يحول ولا لا. ان كان في حائل يحول يبقى وجب ازالتها حتى يصح غسله. واضح؟ انت الوقت اما بتقص ضوافرك مش في جزء كده بيبان لحم كده؟ لما يبقى الضفر طويل كده، لو الجزء ده متغطي بتراب، طبقه تراب، وهجيبها الضفر، وبعدين جيت اغتسلت وتوضيت، لا الوضوء ده نافع ولا الغسل ده نافع، لان في جزء من بدنك لم يمسه الماء. فهمت ازاي؟ وعشان كده سنيا تبقى حائل. لو موجودة ومش حائل مش مشكلة، بس ده تصور غير موجود، لأن التملي لما بتبقى موجودة بتحول. واخد بالك؟ يبقى ضعيفة أوي، وعلشان كده كان كتير من مشايخنا كانوا يقعدوا قبل ما يتوضوا، بس دي وسوسة مش عايز أعملها، يقعدوا إيه، يمسك بتاع كده حرف المفتاح بتاعه، يقعد يعمل كده. يقعد يعمل كده. علشان كنت تشوف بعض مشايخنا يعملوا الحكاية دي. لكن الأسهل انك انت تبقى قصص ضوافرك خلاص. خلاص حلو، ما يجراش حاجه. لا 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 لا، يقول لك ضوافره اللي قصها دي مش هيبقى قصها وهي عليها الجنابه، ما يجراش حاجه ولا يجرى حاجه. ما احنا قايلين قبل كده، قلنا اذا صعب بسبب المهنه وكده وإزالتها تؤدي إلى جرحه يبقى يعفى عنه. إحنا قايلين قواعد مذهب الشافعية خمسة، من ضمن القواعد دي إيه؟ المشقة تجلب التيسير. القاعدة الخامسة المعروفة، المشقة تجلب التيسير، اللي هو ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، أدي دليلها. الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة. مش كده برضو؟ المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. واخد بالك ازاي؟ ما هو المشقة تجلب التيسير، هي دي الامر كلما ضاق اتسع. يبقى دي خمس قواعد لمذهب الشافعي. فهمت ازاي؟ فلما تيجي تقول لي ده راجل غلبان واسترجي وطول النهار والحاجات لازقه في ايده، يعمل ايه؟ نقول له خلاص يا اخي المشقة تجلب التيسير، يبقى يصح. لكن انا لا استرجي ولا يحزنون، انا ماليش دعوه بالشغله دي. وايدي جا فيها، يبقى هنا بقى لازم اشيلها. ادور على جاز على مش عارف ايه لحد ما ادوبها وانضفها وبعدين اروح اتوضى، لان مش مهنتي. فهمت بقى؟ وعشان كده قص الاظافر سنه. واخد بالك ازاي؟ لكن واجب تنظيف ما تحت الاظافر. يبقى قصها ذاته سنه، لكن الايه الواجب؟ الواجب تنظيف ما تحتها حتى لا تحول بين وصول الماء وبين ما اسفل منه. فالسنة تعين على أداء الواجب. قص الأظافر، سنية قص الأظافر تعين على فعل هذا الواجب، فتمنع تعلق هذا. عشان كده تجد السنن كلها تعين على إنك أنت تبقى عبادتك صحيحة. ومثلها الظفر، فلو بقيت شعرة لم يكفي غسله، وإن قلعها بعده فلا بد من غسل موضع ولا يضر قلعها بعد غسله. ومثلها الظفر. برضو الظفر، لو انا قصيته وكان الظفر ده حائل بين وصول الماء الى الجزء اللي هيتضح من البشره بعد قصي، يبقى برضو اغسل بعد قص الظفر، زي ازاله ايه؟ الشعره، يبقى اغسل موضح. ويعفى عن باطن عقد الشعر وان كثرت، عقد الشعر وان كثرت حيث تعقد بنفسه. يفرض واحد شعره ملبد كده وملبد، خلاص بعض العقد الصغيره دي لو هتدور ممكن تبقى فيها، ده الامر ده يبقى صعب عليه قوي، نيجي نقول له سلك كل عقده دي هتبقى صعب.
إذا أمر إذا دق اتسع يبقى يقف. شفت بقى المذهب بتاعنا؟ المشقة تجلب التيسير، يقف بس بشرط أن يتلبد بنفسه. أما إن لبده هو متعمد نقول له لا بقى، لا بقى. فهمت إزاي؟ زي ما قلنا برضه إن لو وقع الذباب على في الماء يعفى عنه، لكن لو واحد موت الدبان وكنس الكناسة الدبان كلها وراح راميها في المية ضرب، لكن هو لو وقع لوحده ما يضر. فاهم؟ نفس القصة. ويعفى عن باطن عقد الشعر وإن كثرت حيث تعقد بنفسه، وإلا عفي عن القليل فقط على ما قاله المحشي تبعا للقليوبي ونقل الأطفيحي عن الشبرم الليثي أنه إذا كان بفعله لا يعفى عنه وإن قل، وهو المعتمد. ويعفى عن محل طبوع عسر زواله ولا يحتاج إلى تيمم عنه خلافا لما في شرح الروض وغيره. أهو يا سيدي الراجل اللي هو شغال استورجي، حتة كده مطبوعة لزقة لو شالها هتطلع بالجلد تخر دم. فهمت ازاي؟ لو شالها هتخر دم، اهو يعفى عنه. فهمت ازاي؟ ادي معنى حاجة مطبوعة ولا يحتاج. لا ده الوشم ده شغلانة تانية، الوشم ده تحت الجلد فلا يزال الا بإزالة الجلد، واخد بالك؟ والوشم برضه دي نجاسة ثابتة في الجلد بيعفى عنها لصعوبة إزالتها، لأن إزالتها بينبني عليها ضرر، حتى لو حطاه برضه يعفى عنه وتبقى صلاته صحيحة مع الكراهة، ما يعيدهاش لأنه على بدنه نجاسة ملتصقة مهما غسل. أبوه خدوه في المولد، خدوه في المولد. النصارى يعملوا الحكايه دي هناك، يحبوا يدقوا النصارى، فبعض المسلمين يحضروا موالد في الصعيد زي مولد ستنا العذراء في الصعيد، في بعض بلاد الصعيد، واهلهم ياخدوهم يدقوا لهم ويدقوا لهم عصفوره، يقول لك دق عصافير، يعمل له عصفوره يعني. وكان زمان قبل البطاقات الشخصيه كان يدقوا الاسم والعنوان عشان لو مات في اي حته بعيده يعرف. انا فاكر جدي الله يرحمه ابو ابوي كان كاتب كده السيد جبر قاسم عمده كفر الغنميه على ايده كده، واخد بالك؟ مع انه كان حافظ القران، فبنقول له نجاسه، قال دي للضروره، امال لو موت في حته هيدفنوني فين؟ مش يودوني بلدي؟ فكانت ايه بيعتبروها ضروره يعفى عنها، واخد بالك؟ بعد كده بيدقوهم يعرفهم يعني. ربنا ينجي، ربنا ينجي يا سيدي، عقبال ما ندقوهم احنا يا رب. على ايدينا ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من شاء. والبشرة أي وجميع البشرة، فهو عطف على الشعر، ولفظ جميع مسلط عليه، فلو لم يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار لم يكفي الغسل. أهو نصها لك عليه، وسخ تحت الأظفار، خد بالك حط تحتها 500 خط لأنها كتيرة أوي. أنا بيجي لي عيان كتير يكشفوا عليا ألاقي بتوفرهم دي كيلو تراب تحت الأظفار، أقول له يا ابني أنت مسلم؟ يقول لي أه. بتصلي؟ أه. وضوءك إزاي ده؟ يا ابني وضوءك إزاي؟ يقول لي هو ده يأثر يا سعادة البيت، ده يأثر يا دي المصيبة، أمال إيه اللي هيأثر؟ حاجة غريبة مش متصور، وتلاقي إيديه فظيعة، يعني الواحد ياخد باله من الحكاية دي، حرام. ودي منتشرة جدا، منتشرة جدا، لا وغير حتى صناعية والله، في ناس وساعات يجي لي برضه ناس عواجيز كبار ربوا أولادهم بقى وعايشين لوحدهم، وأولادهم بقى يروحوا يزورهم تلاقي ضوافر رجلهم طويلة وضوافر رجلهم لأنهم مهملين، وولادهم بيروحوا كبار بقى يروحوا يزورهم كده بهوات بقى، يسلم عليهم من تعيد لبعيد، لا ينضف ضوافر امه ولا يقص ضوافر ابوه ولا يعمل له حاجه، فيجي لك الراجل ضوافره طويله ومش نظيفه، وساعات كمان يبقى فيها اثار براز من الاستنجاء قديم، تلاقي ريحه ايده وحشه،
وغلابة بيبقى عنده 80 سنة ونظره ضعف وعايش لوحده ورب 10 عيال وجوزهم في الجامعات وسابوه بعد كده. مصيبة، مصايب العصر. كانش المسلمين يعرفوا النماذج دي قبل كده. ناس تفضل مع أهليها ينظفوهم ويخدموهم ويبقوا زعلانين لما يموتوا. فين بس قولي؟ ما بيقول هنا، بيقول وإيصال الماء إلى جميع الشعر، أي وجميع البشر. مش بيقول لك جميع الشعر والبشرة؟ يعني لفظ جميع كمان مسلط على البشر، زي ما قال جميع الشعر، أي وجميع البشر. فهمت إزاي؟ ايوه. فلو لم يصل الماء الى بعض البشره لحائل كشمع او وسخ تحت الاظفار لم يكفي الغسل. برجاء اي واحد يزور جده او جدته الكبيره او والده الكبير او بتاع، يقص له ضوافره ويقص له ضواف رجليه ويبقى زياره نافعه، ويشوف طلباته ايه. بين صوابع الرجلين انا بشوف فيها يعني زباله ما اتغسلتش بقى لها شهور. في الناس الكبار العواجيز دول مساجين، ساعات بيبقى عنده تيبس في مفاصله مش عارف يطول صوابع رجليه ينضفها حتى. فلازم يا جماعه يعني احنا مسلمين ما يصحش اللي بنشوفه ده، ما يصحش اللي بنشوفه ده. بيقول لنا ناس من الارياف بقى ما نشوفهمش كده، بنشوف دول في البهوات اللي قاعدين في المدن. لكن في الارياف لا يمكن. يجي لنا الراجل من الارياف من دول معاه 5 6 سندين وايه ويصغر لهم الزغره بس، يا سلام. هو ادي صحيح الشغل. انما بيجي لنا الناس يبقى ساكن في الزمالك وفي جاردن سيتي وجايب عكاز وراجل عجوز مكحكح، ابنك فين؟ مدير عام في الحته الفلانيه، وابنك الثاني في السعوديه، والثالث في لندن، والخامس في امريكا، وانت عايش ايه لوحدك؟ واخد بالك؟ بيصعب عليك. ما تلاقيش المنظر ده في الريف المصري، المدينه بس. انا ليا دكتور صديقي اصغر مني بدفعه، ابوه مات في بيته واتصلوا بيه بعد وفاة ابوه ب10 ايام عشان الجيران شموا ريحته، وساكنين في جاردن سيتي. كان ساكن ابوه في جاردن سيتي، شقة قديمة مش شقة القديمة، وعايش لوحده، وكل واحد من ولاده في حلو حتة. قلنا له يا ابني انت ما بتطلبش ابوك كل يوم حتى؟ تقوم تقلق تلاقيه ما ردش عليك، تعرف كل يوم قبل ما تنام تطلبه، ده عايش لوحده 10 ايام لما الجيران شموا ريحة وحشة. وبعدين في الاخر اتصلوا بولاده، ولاده راحوا كسروا الباب، دخلوا لقوا ميت في سريره متعفن. دي مناظر، دي يليق؟ دي حرام الناس اللي ربوا ولادهم كده يتسابوا كده بعد ما كبروا؟ ابتلاء شديد، وحش وحش. فربنا ينجينا. الاب اللي عايش والام اللي عايشه ليك ده هديه، اقصر طريق للوصول للجنه برهم واضمن طريق، مش كده؟ سيدنا جبريل مش دعا على اللي ادرك ابويه احدهما او كلاهما فلم يدخله الجنه فقل امين، فنبينا قال امين، مش كده برضو؟ قال بعد من ادرك ابويه، يعني بعد عن الرحمه، بعد عن الجنه. من ادرك ابويه احدهما او كلاهما ولم يدخلاه الجنه قل امين. قال امين. الله، ده سيدنا جبريل بيدعي وسيدنا محمد بيقول امين، يعني دعوه صاروخ مستجابه. ما تقوليش بعد كده في بعد كده دعاء، ده سيدنا جبريل وسيدنا محمد بيقول امين، يعني حاجه مرعبه، حاجه مرعبه فعلا. فخد بالك بقى، خد بالك يا عم. تنصح حتى اصدقائك، زمايلك، جيرانك، معارفك، ما يصحش. بيوت المسنين دي بدعه ما يعرفهاش المسلمين. بيوت المسنين دي حرام، بيقعدوا في بيوت المسنين غلابه، لدرجة إن واحدة ماتت في بيوت المسنين، اتصلوا بولادها تعالى ادفنوها، قالوا لهم والله احنا مشغولين، ادفنوها انتم، احنا مشغولين النهارده. ما قلت لناش ليه؟ من يومين كنا عملنا حسابنا. طب هيعرفوا منين انها من يومين انها هتموت بعد يومين؟ يعني حصلت وكتبوها في الجورنال. دي وقائع في بلاد المسلمين، عشان تعرف غضب ربنا ليه نازل على الناس. تستعجب انت؟ لا يا سيدي، ده والله ده ربنا رحمته واسعه. ومثلها الظفر ويعفى عن باطن عقد الشعر، دي خلصناها. بيقول والبشره
أي وجميع البشرة، فهو عطف على الشعر ولفظ جميع مسلط عليه. فلو لم يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار لم يكفي الغسل، وإن أزله بعد فلا بد من غسل محله. يبقى لو أزل ده وفرة والوسخ ده بعد يبقى يغسل محله ده، محل ده بس. أيوه. ومثل البشرة الأظفار وجعلها في التحفة شاملة له، فتكون البشرة هنا أعم منها في النواقض. ومثلها أيضا عظم وضح بالقصد، يعني افرض واحد اتقصت جلده كده لدرجة ان العظمة بقت واضحة، يبقى وجب غسل الجزء الايه واضح من العظم ان لم يخشى الضرر. بالشرط ده معروف، لان احنا عندنا الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، صح؟ لكن ان لم يخشى الضرر يغسل. احنا بيجي لنا عيانين بنشوفهم عظمته باينة في قرحة مزمنة في الساق بقالها 10 سنين ولا يضرها لو اغتسل وجيب عليها مية، دي وجب ايصال الماء اليها عند الغسل. في ناس عندهم قرح مزمنة في الاقدام في الساق بسبب دوالي، بسبب قرحة خبطات متتالية وكده، تلاقيها مزمنة بقالها قد ايه يا عم؟ 10 سنين 20 سنة، وتلاقيها فيها ده، يجب بقى ايه غسلها، لان في الحالة دي ما بتتضرش بالماء لان بقت مزمنة خلاص، فاهم؟ يبقى في الحالة دي العلماء لما يقول لك كده وانت بتقرا تقول ايه ده، وفي عظمة هتبان، ايه الجماعة هتبان ايه؟ بس هو انت عشان ما تعرفش معناه مش موجود، وعشان ما شفتش معناه مش موجود. لف هتشوف العجب، تلف في الدنيا تشوف العجب. وبعدين دول ناس كان ايامهم في جهاد وحروب وكانوا بيشوفوا الحاجات دي بسبب جروح الحروب. يمكن احنا دلوقتي عشان في جراحات وفي خياطة وفي حاجات يمكن بقت الجروح دي نادرة ما تشوفك، لانها بتتساوى بسرعة بالجراحة وخلاص. ومحل شوكة انفتح، برضو افرض كان داخل في رجله سلاية شوكة يعني، وبعدين اغتسل، وبعد ما اغتسل راح شددها فبان محل ايه الشوكة، يغسل محلها، لان دي زي الشعرة برضو، فهمت ازاي؟ كل دي امثلة بيعلمها لك الفقيه عشان تبقى فقيه. ها؟ ايوه. وظاهر انف، واحد في حرب من الحروب كده كان ايه تطير انفه، يطير ودنه، ما كانوا بيحاربوا بيجاهدوا، انما احنا نقول يا رب اجعل موتي على فراش. سيدنا خالد كان مكسوف من نفسه وميت على فراشه، بيقول وها انت تموت كما يموت البعير، بيعتبروا الموت على فراشه ده الحيوان، لكن المسلم ده يموت كده في ميادين القتال. لكن احنا دلوقتي من اللي بيطلبون الناس في الدعاء يقول لك اموت على فرشتي، مش كده برضه؟ ليه؟ لان خلاص ما بقاش في نزع الجهاد، ما بقاش زي زمان ولا نزع حب الاستشهاد. فالحاجات دي كلها، فبيقول لك هنا ظاهر انف، يعني واحد انفه كده اتقشط، فهيبان ايه؟ هيبان الحد بقى بتاعه، الحد ده، فالحد ده يبان، يبقى يجب ايصال الماء. لكن الجزء اللي الداخلي اللي بان ده مش مهم يوصل الميه جواه، فهمت ازاي؟ مش مهم يوصل الميه جواه. كانوا زمان يجيبوا انف ذهب كده يعملها بارزه يروح حاططها عشان يسد بيها الفتحة الخياشيم اللي باينه، لان شكلها يخوف. انا فاكر واحنا في ابتدائي كان راجل عنده جوزام، انا عرفت ان عنده جوزام بعد ما دخلت كليه الطب، لكن الراجل ده كانت الجوزام واكل مناخيره وكان قاعد جنب مدرستنا في ابتدائي، كنا نخوف بعض بيه. الراجل ابو مناخير مقطوعه، كان منظره يخوف فعلا، يعني تلاقي مناخيره دي متاكله كده وتلاقي خياشيمه اللي جوه دي باينه، واخد بالك ازاي؟ ولو كل وشرق تلاقي الاكل طالع منها، يبخ كده وهو بيشرب، لو شرق تلاقي يبخ من مناخيره، فمنظر يخوف يعني. فكانوا علشان المنظر ده بيبقى بشع بيعملوا ايه؟ بيجيبوا زمان مناخير كده قطعه ذهب. ذهب ليه؟ عشان ما بيصديش، ما يعفنش، ما يعملش جنزره، فهمت ازاي؟ ما بيتفاعلش مع المخاط، ويعملها على مقاس الفتحه عند سايل ويظبطها ويروح مركبها له كده، تبقى منظر يعني، سداله المنظر. ففي الحاله دي لما يجي يغتسل مش واجب انه يشيل الانف دي، بس يكفي انه يجيب الماء في الحدود اللي هي بتاعت البشره بس، فهمت ازاي؟ ايوه. ما هو يجوز وهي ذهب كمان، مع ان الذهب حرام للرجال. أي. الانف والسن كان زمان يركبوا سنه ده. لا، ما احنا قلنا لك الانف دي بتغطي الجزء المفتوح اللي جوه ده، اللي مش الذي لا يجب ايصال الماء اليه لانه من باطنه.
لا ما يغسلهاش، لان دي ما بيحلش بيها حدث، ده معدن مش بشره. فاهم؟ دلوقتي بيعملوها نظاره لازقه فيها انف من نفس لون البشره وليها فتحتين واخر شياكه، يلبس النظاره كده الانف راكبه، انت لما تبص له كده لا يمكن تخطر في بالك ان هو ملوش مناخير، بس اول ما يقلع النظاره في البيت يقلع مناخيره معاه، واخد بالك؟ وبتبقى ساعات نظارات بمناخير وودنين، بنفس لون البشره يعني بتتصنع. الحمد لله الوقت بالذات الالمان شاطرين في الحاجات دي، واخد بالك؟ موجوده. لا في عصابه حروب وحروق، حروب وحروق وخناقات، ساعات في خناقات كمان عيال مجرمين يكتفوا واحد ويروح قاطع له مناخيره، قال يعني عشان يشوهه، واخد بالك؟ بنشوف المناظر دي. انا جالي حادثه في ام المصريين، كنت سنه 84، لا يا رب 86، واد جزار مسكوه جزارين زمايله عشان بيتخانقوا على بنت، ده عايز يخطبها والتاني عايز يخطبها. فالمهم حط ايده على القرمه، ايديه الاثنين كتفوه، حط ايديه الاثنين على القرمه وفصل له الكف ده وفصل له الكف ده. والله. وجاي لنا بقى ايه شايلين له الكفين كده في كيس، وجايبين لنا الواد ايه حاطين له بن ومش عارف ايه ومنظر. فبتبقى حوادث بشعه. بس بفضل الله وصلتهم له، وجالي زارني من كام بتاع، بس الحركه ضعيفه، جاي بيقول لي الحركه ضعيفه، قلت له احمد ربنا يا عم. احمد ربنا يا عم. حد طايل. والله جالي من سنه. لا وتاب، عارف الحادثه دي كان بيقول لك واد من الاشقياء كان يشرب مخدرات وخمرجي ووحش وليشل، سبحان الله الحادثه دي جات له كسرته وتاب الى الله، والواد بقى شكله منور كده وجاي مصلي، يقول لي انا بقيت ساعتها تبت الله وسبت الكلام ده كله خلاص. فسبحان الله ربنا عارف دواء كل واحد. فالمهم نقعد نحكي، هنسيب الفقه. وظاهر انف او اصبع من نحو نقد، من نحو نقد يعني ايه؟ ذهب يعني او فضه يعني، عملوها له كده. ساعات كانوا يعملوا عقله صباع ذهب او فضه برضه ويلبسوها كده في الصباع عشان الصباع يتقطعت عقله، فبدل ما يبقى ماشي كده صوابع ناقصه تبقى عنده حته كده زيادات، كل ده كانوا بيعملوه. ويكتفي بقرن النيه بذلك لانه قام مقام ما تحته كما عزى للرمل، كما عزي للرمل. ظاهر انف يعني ايه ظاهر انف او اصبع؟ يعني انا لما بركب الصباع الذهب على صباعي ده، لما بشيل الصباع الذهب ده مش بتبان لي حته كده؟ يبقى الحته دي لازم اغسلها. فهمت ازاي؟ الحته دي لازم اغسلها، فهمت؟ ادي معنى ظاهر. وكذلك الجزء الذهب اللي بدخله ده لو كان مغطي جزء من البشره دي يبقى لازم اشيله عشان اجيب عليه، مش عشان اجيب في الدهب. لا في الغالب ما بيبقاش فيه تعب، لانه ما بيحطوش اصلا الا لما يكون التأم تماما ولا جرح، في الغالب كده ما بيبقاش فيه الم. هيتيمم عنها، عن هذا الجزء، يجمع بين الغسل والتيمم عن هذا الجزء على مذهب الشافعي. وفي بعض النسخ بدل جميع اصول اي ومثلها الاطراف من باب اولى، لانه اذا وجب ايصال الماء الى اصول الشعر وجب ايصاله الى اطرافه، يعني حتى اطراف الشعر كمان، مش مساله بقى بذور الشعر بس، حتى اطراف الشعر. فهمت ازاي؟ يعني الشعر كله يتبل حتى ولو كان طويل، سواء كان طويل للرجال او للنساء ما يتفرقش معاه، وجب ايصاله الى اطرافه بالاولى. ولكن نسخه جميع اولى لانها تفيد وجوب ايصال الماء الى اصول الشعر واطرافه بالمنطوق، وتلك تفيد بالمفهوم الأولوي في الأطراف. ولا فرق، ما هو في حاجة اسمها تفيد بالمنطوق وتفيد بالمفهوم، أما أقول جميع الشعر يبقى معناه أصوله وأطرافه، بس أنا فهمت أطرافه منين؟ بالمنطوق، بالمفهوم. لكن أما أقول وأطراف الشعر يبقى هنا فهمتها بالمنطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم، وإن كان المفهوم الأولوي ايضا يستدل به، لكن المفهوم الادنى في خلاف بين الفقهاء، والمساوي الراجح انه يستدل به. فالمفهوم ثلاث انواع، مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. مفهوم المخالفه
لا يستدل به إلا بقرائن وله شروط. أما مفهوم الموافقة حسب نوعه، إن كان موافقة أولوي يبقى من باب أولى، إن كان مساوي يستدل به في الأولى والمساوي، في الأدنى يبقى لا. عندي أمثلة، ممكن دينا أمثلة زمان السنة اللي فاتت، وفي بعض النسخ بدل جميع أصول يبقى خلصناها دي. ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، نعم لا يجب غسل شعر نبت في العين أو في الأنف لأنه من الباطن لا من الظاهر، إلا إن طال فيجب غسل ما ظهر منه كما بحسال الأزرعي. في ناس بيبقى عندهم شعرة في العين كده جفن داخلة لجوه، وبتتعمل لهم عمليات وبتضايقهم، يبقى الشعرة اللي دلع من جوه دي وداخلة في العين دي لا يجب إيصال الماء ليه. لكن افرض طالت وطلعت بره، يبقى الجزء اللي طلع بره بس هو ده اللي يدرس، لكن الجزء الداخلي لا. وكذلك شعرة نبتت من الأنف فطالت خرجت بره، في ناس كده تلاقي شعر أنفهم طويل كده وما يقصوش يطلع بره، بالذات لما يكونوا كبروا ومحدش بيراعيهم فتلاقي شعره طالع، يبقى الجزء اللي طالع ده هو ده اللي يغسله بس، لكن الجزء اللي في الداخل لا يجب غسله لأنه في الباطن. وإنما وجب غسله من النجاسة لغلاظها، لكن يجب غسل حتى الجزء اللي في الداخل من الشعر ده إن كانت تعلقت به نجاسة لغلظ النجاسة. فهمت ازاي؟ لكن في الحدث لا. ولا بين الخفيف منه والكثيف، لا فرق بين الخفيف والكثيف، بخلاف الوضوء احنا قلنا اللحية الكثيفة في الذكر لا يجب ايصال الماء الى البشرة تحتها لكن يستحب، ولكن اللحية الكثيفة في الانثى يجب ايصال الماء الى باطن البشرة لان هذا نادر، ولانه يستحب في حقها حلاقتها وازالتها، اما الرجل فلا. فهمت المساله؟ ولا بين الخفيف منه والكثيف، وانما وجب غسل الكثيف هنا ظاهرا وباطنا بخلاف الوضوء لقله المشقه هنا بسبب عدم تكرره كل يوم، لان الوضوء الغسل مش مكرر كل يوم فيبقى يسهل اننا نشترك، لكن الوضوء لتكرره فالتيسير مطلوب، فقلنا خلاص لا يجب في الكثيف دون الخفيف. وحد الكثافه والخفه أن ترى البشرة أسفل منه فيبقى ده خفيف، أو لا ترى البشرة أسفل منه فهو كثيف. كما في شرح الروض قوله والشعر المضفور بالضاد، احنا قلنا الروض المين؟ الروض المين في المؤلفات؟ الروض لابن المقري، اختصار الروضة للإمام النووي، شرحها زكريا الأنصاري في كتاب سماه الأسنى، أسنى المطالب. يبقى شرح الروض اللي هو أسنى المطالب لزكريا الأنصاري، تكتب كده شرح الروض أسنى المطالب، كتاب أسنى المطالب للإمام زكريا الأنصاري. وده أربع أجزاء مطبوع وعليه حاشية الإمام الرملي عليها، اللي هو صاحب كتاب نهاية المحتاج. والشعر المضفور بالضاد على الصواب وضبطه بالضاء المضفور المشالة سهو، ولا يخفى بيسموا الضاء المشالة، المشالة ليه؟ لأن الواحد الألف اللي حاطينه عليها دي كأنه شايلها يعني، بيسموها المشالة يعني، واخد بالك؟ ولا يخفى أن قوله والشعر مبتدأ خبره الجملة الشرطية بعده، إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقد أي لشدة ضفره، وقوله وجب نقده أي ليصل الماء إلى باطنه، فإن وصل الماء إلى باطنه من غير نقد لعدم شدة ضفره لم يجب نقده. قول والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ومنه جلدة تقلصت بخلاف باطن عين أو أنف، يبقى باطن العين مش يجب، لا يجب يعني ما تفتحش عينك وتدخل الماء جواها وانت بتغتسل. في ناس بيطلعوا لي من الحمام عينيهم حمراء، ليه يا ابني؟ بس بغتسل. تغتسل ايه؟ دخل الصابون وتلهب عينك؟ ملهاش لازمه دي. كنت بشوفهم بعض الشباب يعملوا الحكايه دي. وكذلك الشعر النابت فيهما برضه في العين والانف من جوه لا يجب كما مر، ويجب غسل ما ظهر، ويجب غسل ما ظهر من سمخي اذنيه اي خرقيهما، يعني خرق الودن دي يغسله كده، لكن مش مهم يدخل جوه، بس الجزء اللي ظاهر كده من خرم الاذن.
ومن انف مجدوع، انما الحته دي اسمها صوان الاذن، الحته دي ضربزين يعني صوان الاذن، واخد بالك؟ لكن الصماخ اللي هو الخرم نفسه. ومن انف مجدوع بالدال والعين المهملتين، اي مقطوع، فيجب غسل ما ظهر بالقطع مما باشرته السكين فقط. يعني الجزء ده اللي باشرته السكين بس هو ده اللي يجب غسله بعد ما يلتئم، طبعا بعد لانه هيلتئم بالجلد بعد كده. بخلاف الباطن الذي كان منفتحا قبل القطع فلا يجب غسله وان ظهر بعد قطع ما كان ساتره. ومن شقوق بدن كشقوق الرجلين. يبقى لما يبقى عنده شق في رجليه يغسل رجليه كويس وينقعها بحيث الميه تدخل جوه شقوق رجليه، واخد بالك؟ مطين بطين ينضفه بدون ما ينزف نفسه، يبقى ده مجروح يبقى يتعالج. فاذا كان يضره يبقى ايه؟ يبقى مش ما يوصلش الماء لحد ما يلتئم ويعيد ما صلى بهذا الحال. يعيدهم. الا المزني قال لك ما يعيدش، فلو طال المذهب بتاع خليه على المزني. يقول لك ما يعيدش. ومن شقوق بدن كشقوق الرجلين، ويجب ايصال الماء الى ما تحت القلفه. يعني راجل ما اتطهرش وبيجي يغتسل يبقى لازم يرجع القلفه اللي هي غطاء الايه؟ راس الذكر دي اللي بيقطع في الطهاره عشان يغسل ايه؟ راس الذكر. لان القلفه دي يجب ازالتها. فتعلق الحدث براس الذكر بتاعه، فيجب ان هو يرجعها ويغسل راس الذكر علشان يسحب ايه؟ يصح غسله. ويجب ايصال المال الماء الى ما تحت القلفه، اي لانه ظاهر حكما وان لم يظهر حسا، لانها مستحقه الازاله. ومن ثم لو ازالها شخص فلا ضمان عليه. يعني ايه؟ يعني هو كان متبنج وبنعمل له عمليه. انا كنت بعمل كده زمان. يعني انا كان ساعات يجي لي بعض المرضى عنده 60 سنه و50 سنه وما اتطهرش ومسلم، لانه نشا في حته بعيده، جاي لي من جنوب السودان وجاي لي مثلا مش عارف منين، وعنده عمليه فتق ولا حاجه. فكنت زمان وانا يعني شباب كده في الجراحه متطوع كده اروح اعمل له الفتق وانطهر من غير ما اقول له بالمره، يعني علشان يصلح غسله بس، اصل انا شافعي والشافعيه بتغلبهم الفتق. فانا طبعا يعني خدمه، يعني الراجل يفوق يلاقي نفسه موجوع في حته يقول ايه ده عملته في ايه؟ يا عم احنا طيب، مش انت راجل اسمك محمد واسمك حسين، عرفنا من اسمك انك مسلم. فكنا افرض رفع علي قضيه في النقابه، قال ده شال لي حته انا ما اتفقتش معاه فيها، فهمت ازاي؟ واحنا في بلد اسلامي لا ضمان عليه، بس اطلع براء. لكن لو طلع مسيحي برضه لا ضمان علي، لان انا في بلد اسلام. لكن كنت دكتور في لندن يودوني في ده يدفعوني 100,000 جنيه استرليني، واخد بالك؟ لان لازم موافقه المريض. فهمت المساله بقى؟ اصل انت بتستعجل يعني، هو هيزلها من غير اذنه؟ يا عم انا كنت بشيلها من غير اذنه، لكن انا دلوقتي خلاص بقيت اشوف العيان قبلها، اتفق معاك، اتفق معاه الاول عشان نمنع المشاكل. بس انا ما جاليش مشاكل من الحكايه دي ابدا، كلهم شكروني والله بعد ما فاقوا شكروني. ولو ازالها شخص فلا ضمان عليه. اكتب شخص هنا يعني الدكتور يوسف جراحيا يعني. ولو لم يمكن غسل ما تحتها الا بازالتها وجبت. طب افرض لازم يعني ما بيعرفش يرجعها، لان ساعات تبقى الفتحه بتاعتها ضيقه، تيجي ترجعها ما تقدرش ضيقه، واخد بالك ازاي؟ فيبقى هنا يجب انه يروح بقى يتطهر، يجب يروح يتفق مع اشيلها لي ارجوك عشان اعرف اغتسل وصلت، فهمت ازاي؟ يبقى يجب في الحاله دي. فان تعذرت، طب افرض بقى ما لقاش جراحين وعايش في صحراء ولو سلح هينزل، او عنده هيموفيليا يعني مرض كده بيبقى نزيف ما تقدرش تعمل له العمليه، هينزف لما يموت، عنده اي حاجه من دي، وهو راجل مسلم ومحترم وعايز يحافظ على صلاته، يبقى هيصلي كفاقد الطهورين. كفاقد الطهورين يعني ايه؟ يعني هيغسل كل اجزائه ما عدا الحته دي، وهيصلي
كفاقد التورين الذي لا يجد ماء ولا تراب، واخد بالك ازاي؟ وهذا في الحي يغسل جسمه كله ما عدا الحته موضع القلفه دي بس، يستحم كله، ما بيتكلم على القلفه. هذا في الحي كويس، ده في الحي، يبقى الحي ده هيصلي صلاه فاقد التورين لحد ما يجي في مدينه فيها جراحه، يروح لجراح يعملها له ويعيد صلوات اللي صلاها في السنين اللي فاتت دي كلها. شفت بقى؟ لا اصل ده فاقد الطهورين، ولا المزن يشيله ده، ولا المزن، واخد بالك ازاي؟ يبقى في الحاله دي هيعيد كل اللي صلاه زمان، يعيد ويموت على الاعاده وربنا يعفو، هيفضل يصلي مع كل فرد فرد او فردين لحد ما ربنا يتولاه ويموت على كده ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. وهذا في الحي اللي هو يجب ازالتها او يصلي كفاقد الطهورين لو عثر ازالته. طيب افرض واحد ميت وانا بغسله ولقيته كده ومش عارف ارجعها عشان اخليه غسله سليم، فهمت ازاي؟ يبقى يجب على المغسل في الحاله دي انه هيرجع القلفه علشان يغسل اسفل عشان يبقى غسل ميت تمام. واما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال، لان ذلك يعد ازراء به، لانه هيعد ايه؟ استهزاء بيه يعني، لان انت ما تعرفش هو موافق ولا مش موافق بقى. ويدفن بلا صلاه على المعتمد عند الرمل. ده الامام الرملي رايه كده، لكن احنا مش ماشيين براي الامام الرملي في المساله دي، احنا هنيممه نغسله ونيممه ونصلي عليه سترا لحاله. راي ابن حجر الهيتام ستره الله. كأن الإمام الرملي عنده أن من شروط صحة الصلاة على الميت صحة غسله. من شروط صحة الصلاة على الميت صحة غسل الميت نفسه. فهمت ازاي؟ ده رأي الإمام الرملي. وكذلك رأي ابن حجر، لكن ابن حجر قال في الحالة دي هنيممه. يعني نغسله كله وبعدين بعد كده نيممه، يعني نضرب ضربة في التراب ونمسح بيها وجهه، وضربة في التراب نمسح بيها ذراعينه بعد ما نغسله. عن الجزء الذي لم يغسل من ايه؟ من ذكره. وبعدين نصلي عليه سترا لحاله. وقال ابن حجر: ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضروره، ولا بأس بتقليده في هذه المسأله سترا على الميت. والقلفه والقلفه بضم الكاف القاف واسكان اللام وبفتحهما، ويقال لها غرله بعين معجمه مضمومه وراء ساكنه ولم مفتوحه، وهي ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام. ونقف عند هذا الحد، كان بودنا نخلصه بس الساعه بقت 8:30، انتوا وقتكم عندي اقصى 8:30 اقصى، فاحنا وصلنا الى الحد الاقصى. المره الجايه علشان فيها الدقيقه ودقيقه الدقيقه دي عايزه برضو شرح في المساله اسمها الدقيقه ودقيقه الدقيقه، كانوا يحبوا يسالوا فيها في الشفوي ايام ما كان العلم علم، لكن الوقت ما بيسألوش في الشفا والحاجات دي. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم